نستهل جولتنا بعرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم. في عددها الصادر اليوم كشفت يومية المساء بأن مؤسسات تعليمية عادت إلى مطالبة الأسر بالمساهمة مالياً في اقتناء المعاقمات عن طريق جمعيات الآباء، بعد أن أكدت الوزارة في وقت سابق أن جميع المدارس تتوفر على مستلزمات تنزيل البروتوكول الصحي الذي يفرض ضرورة تعقيم المؤسسات وتعقيم أيدي التلاميذ، إلى جانب احترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامات بدءا من المستوى الخامس ابتدائي. من جهتها نقلت يومية اليوم المغربي عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الإعلان عن إطلاق أشغال بناء مدينة للمهن والكفاءات بجهة العيون الساقية الحمراء، والتي تعد خامس مؤسسة يتم إحداثها عبر تراب المملكة. ووفق الصحراء المغربية، فقد أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن خسائر القطاع السياحي الناجمة عن أزمة فيروس كورونا بلغت 18.3 مليار درهم، وذلك فيما تم السبعة أشهر الأولى من سنة 2020، ما يمثل تراجعا للعائدات بنسبة 44.1%. من جانبها أفادت يومية الأحداث المغربية بأن رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح كورونا منصف سلاوي أعلن في حوار مع سكاي نيوز عربية أن اللقاح سيكون متوفراً قبل نهاية السنة الجارية 2020. وحسب يومية البيان، فقد اندلع حريق كبير فجر الثلاثاء على مستوى مستودع للتخزين يقع بالمنطقة الصناعية لسيدي البرنوسي بالدار البيضاء، مما تسبب في خسائر مادية هامة، وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من تطويق الحريق لمنعه من أن يتمدد إلى العديد من الوحدات المجاورة، كما أن الحريق لم يتسبب في أي خسائر بشرية. أما يومية الإيكونوميست فقد كتبت أنه من المنتظر أن يظهر تأثير كوفيد-19 بوضوح على حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويقدر العجز المسجل على مستوى المساهمات بنحو 4.4 مليار درهم.